انتباه انتباه إلى جميع سكان العالم، كويكب ضخم يقترب من الأرض، سرعته الآن أكبر من سرعة الصوت بعدة مرات ويتسارع كل يوم أكثر، وبمجرد أن يدخل نظامنا الشمسي سينحرف عن أورانوس وزحل والمشتري والمريخ. ستعمل حقول الجاذبية لهذه الكواكب على تسريع الكويكب، وستكون الأرض وجهته النهائية. التصادم معه حتمي لا محالة. يشير العلماء إلى أن نيزكا بحجم جبل إيفرست سيدمر الأرض بالكامل. ستحل هذه الكارثة بعد 350 يوما. عمت حالة من الذعر في الطرقات، وبدأ الناس يتهافتون على الشراء وبناء الملاجئ، واجتمع الخبراء وعلماء الفلك من جميع أنحاء العالم في محاولة لإيجاد حل. الطريقة الوحيدة لتجنب التصادم هي تدمير الجرم الفضائي. أجل، يمكن لصاروخ قوي أن يدمر الكويكب ويحوله إلى مئات الآلاف من القطع، وفي هذه الحالة ستضرب شهب الأرض، لكنها تبقى أفضل بكثير من تعرض الأرض للدمار الشامل. بنى البشر خلال أقل من عام عدة صواريخ قوية، ثم استعان علماء الفلك بأفضل التلسكوبات في العالم لإنشاء نظام توجيه مميز. والآن ليس علينا سوى انتظار وصول الكويكب إلى نظامنا الشمسي. يبدأ جميع الناس في الانتقال إلى قارة واحدة تحتوي على ملاجئ من الدرجة الأولى. إن التنبؤ بالضرر الناجم عن الكويكب مستحيل، لذا من الأفضل إخفاء الجميع في مكان آمن وضخم وانتظار وقوع التصادم. حانت اللحظة المرتقبة، وها هو الكويكب يمر بجوار أورانوس وتزداد سرعته. والآن أصبح الجرم الفضائي يتحرك أبطأ بعشر مرات فقط من سرعة الضوء. يطلق العلماء الصواريخ في الهواء أثناء مرور الكويكب عبر زحل، حيث يدمر جزءا من حلقاته ثم يغير مساره. إنه يحلق متجاوزا الكواكب الأخرى في مسار ملتو، ويستعيد سرعته متجها نحو الأرض. تترك الصواريخ خلفها مسارا طويلا من النار وتصل إلى سرعة الضوء لتقترب من الكويكب. يحدث التصادم بينها وبين الكويكب قريبا من المريخ. لقد أصابت الصواريخ هدفها وفجرت الكويكب وانقسم إلى ملايين الجزيئات. أنقذت الأرض. في تلك اللحظة ترصد الأقمار الصناعية للأرض دفعة هائلة من الطاقة. جزء صغير من الكويكب متجه نحو الأرض. إنه صغير بحجم حبة رمل، لكن الانفجار زاد من سرعته. والآن تطير حبة رمل هذه نحو الأرض بسرعة 297 ألف كيلومتر في الثانية، أي ما يعادل 99% من سرعة الضوء. وعند سرعة كهذه يصبح لحبة الرمل نفس القوة التي يملكها الكويكب بأكمله. إنها تقترب من القمر، وبعد ثوان ستضرب حبة الرمل الأرض. يحبس الناس أنفاسهم بانتظار الارتطام. تكتسب حبة الرمل قوة هائلة بفضل قوانين الفيزياء، فكلما زادت سرعة أي جسم زادت معها كتلته وطاقته. وعندما تصل حبة الرمل إلى سرعة قريبة من سرعة الضوء تبدأ طاقتها وكتلتها بالازدياد بشكل كبير. قد لا تكون قادرا على رؤية حبة الرمل الصغيرة هذا، لكن كتلتها مساوية لكتلة قارة كاملة. إذا وصلت حبة الرمل إلى سرعة الضوء ستكون بكتلة غير محدودة، ثم سيظهر ثقب أسود، وفي تلك الحالة ستختفي جميع الكائنات الحية وحتى غير الحية عن سطح الأرض، بما في ذلك الأشجار والبحار والمحيطات وجميع المدن والدول والقارات. سيمتص هذا الثقب كل شيء على الأرض بسبب قوة جاذبيته الهائلة، كالهواء والصوت والغلاف الجوي وأي جزيء من الأرض. ثم عندما لا يبقى أي أثر للأرض سيسيطر الثقب على الأرض، وستزداد قوة جاذبيته وتمتص الكواكب الأخرى في النظام الشمسي لتصل إلى الشمس بعد فترة وجيزة. وستنقسم شمسنا إلى آلاف الخيوط كالمعكرونة، وتصدر كمية هائلة من الطاقة. وقد تؤدي هذه الطاقة إلى ولادة ثقب أسود ثان، لكن لحسن الحظ حبة رمل بسرعة 99% فقط من سرعة الضوء، وهذا ما يغير السيناريو بأكمله، كما لا يمكن لأي جسم الوصول إلى سرعة الضوء. تدخل حبة رمل الغلاف الجوي للأرض، وتبدو من الخارج كشهاب ساطع يخترق السماء. ترتفع درجة حرارة حبة الرمل أثناء مرورها بطبقات الغلاف الجوي، فتحرق السحب من حولها داخل دائرة نصف قطرها 160 كيلومتر، مما يجعل السماء صافية تماما. لو شاهدتها وهي تتحرك بالحركة البطيئة ستتمكن من رؤية الهواء المتأين نظرا لانقسام جزيئات الهواء. تحدث هذه العملية في الطبيعة عند تكون البرق، وللشمس أيضا طاقة مؤينة تطهر الهواء.
يترك نيزك خلفه ثقبا في الأوزون. ومنذ هذه اللحظة لم تعد الأرض محمية من الأشعة الفضائية والأشعة فوق البنفسجية. تحلق حبة رمل مباشرة نحو وسط المحيط الجنوبي، وأنتاركتيكا هي القارة الأقرب إلى مكان الانفجار. يسخن الهواء المحيط بحبة الرمل ويختلط مع درجة المحيط الباردة فتتكون الأعاصير. وبمجرد أن تقترب حبة رمل من سطح المحيط يبدأ الماء في الغليان. إن درجة حرارة حبة الرمل وطاقتها هائلة فعلا، لدرجة أنها تجعل الماء يتبخر، لكن جزيئات البخار تحترق فورا، مما جعل آلاف الجالونات من الماء تختفي عن سطح الأرض. تتجه حبة الرمل للأسفل بسرعة كبيرة دون لمس سطح الماء في الأمتار الأولى، حيث يتبخر الماء قبلها ثم تسقط في المحيط مسببة انفجارا هائلا. ستغلي مئات الملايين من جالونات الماء نتيجة ارتفاع درجة الحرارة. أصبح المحيط بأكمله مضاء بضوء ساطع من دائرة نصف قطرها 160 كيلومتر. لم يكن ضوء الشمس يصل إلى أعماق المحيطات، لكنها الآن أصبحت شفافة وكتلك التي في قاع المسبح. ينقسم حطام السفن الغارقة إلى ذرات صغيرة نتيجة الانفجار القوي، وتفزع الكائنات البحرية التي تسكن في الظلام من هول الانفجار وتسبح إلى مكان بعيد. وأخيرا تلمس حبة رمل قاع البحر وتخترق القشرة الأرضية. إن وصلت إلى نواة الأرض ستؤدي على الأرجح إلى انفجار الأرض بسبب دفعة الطاقة الهائلة التي تحملها، لكن لحسن الحظ لن يحدث هذا. تبطئ مقاومة المحيط والأرض من سرعة حبة الرمل وتمتص طاقتها، لكنها تحرض حدوث تغير طفيف في صفائح التكتونية، وسيحدث المزيد مستقبلا. تتكون موجات ضخمة وتنتشر في جميع أرجاء المحيط، وتخلق موجة الانفجار موجات تسونامي هائلة. تخيل أنك ألقيت حجرا صغيرا في بركة ماء، سيحدث الشيء ذاته للمحيط. تبدأ موجات ضخمة بالاقتراب من المدن الساحلية، لكن لحسن الحظ تم إجلاء سكانها، إلا أن الأضرار التي سببتها حبة رمل واحدة ستكلف مئات تريليونات من الدولارات. دمرت الأمواج المنازل وغمرت الطرقات بالمياه، وبعد فترة وجيزة تكونت أعاصير رافقها هطول للأمطار. تتبخر مياه المحيط من قوة حبة الرمل وتتحول إلى سحب عاصفة ضخمة تدفعها الرياح إلى القارات. ومن ثم بعد أمواج التسونامي تبدأ الأمطار تهطل دون توقف لتغمر بلدانا بأكملها. تستمر الكوارث الطبيعية لأيام، ويرافقها ارتفاع في درجة حرارة المحيط الجنوبي لعدة درجات. وصل الماء في موقع التصادم إلى درجة الغليان، فذابت الأنهار الجليدية في القارة القطبية الجنوبية، وذابت معها ملايين الجبال الجليدية، ما رفع من مستوى المياه في محيطات العالم أجمع، فغمرت المياه أطراف بعض القارات للأبد. تصل السحب الرعدية إلى الصحراء الكبرى وغيرها من الصحاري، ويؤدي التغير في الصفائح التكتونية إلى حدوث زلازل في بعض القارات. تنشط البراكين وتمتلئ السماء بالرماد البركاني. سيستغرق سقوط كل رماد على الأرض شهورا. يشكل هذا في البداية تحديا حقيقيا للحياة على الأرض، إذ لا تحصل النباتات وغيرها من الكائنات الحية على مقدار كاف من ضوء الشمس، مما يؤدي إلى توقف عملية التمثيل الضوئي في الأشجار والأعشاب البحرية، وبالتالي يتوقف إنتاج الأكسجين. حينها يصبح التنفس صعبا، إذ يبدأ الهواء الذي كان يملأ الغلاف الجوي للأرض بالنفاد رويدا رويدا. يحتاج الناس الآن للتكيف مع الظروف الجديدة، فيبنون مدنا جديدة على اليابسة وفوق سطح الماء، وينشئون مزارع يزودونها بإضاءة اصطناعية لتتم عملية التمثيل الضوئي. لحسن الحظ تنتهي كل المشاكل عند استقرار الرماد على الأرض. توجد في داخل البراكين حمم متدفقة، وقد تكون مفيدة كونها غنية بالعناصر الكيميائية والمعادن. يسقط الرماد على الأرض حاملا معه العناصر الغذائية، فيمنح الأرض خصوبة كبيرة. حينها تنمو النباتات والأشجار والفواكه والخضروات بسرعة مدهشة، وتنتج كميات هائلة من الأكسجين الجديد. أصبحت الصحاري الآن مليئة بالأزهار، وصارت أقرب إلى الحقول لا إلى الصحاري. لقد جددت حبة رمل هذه الأرض بدلا من تدميرها.